ماذا يعني أن تندلع الحرب في واحدة من أكبر سلال الخبز بالعالم في القرن الحادي والعشرين؟ تعرف أوكرانيا باسم سلة خبز أوروبا، فهي مصدر عالمي كبير للسلع الزراعية، وكانت دائماً واحدة من أكبر موردي الحبوب إلى الأسواق العالمية. ولا عجب أنها اكتسبت لقب سلة خبز أوروبا، كما أنها تتمتع بتربة خصبة للغاية، كانت تعرف تاريخياً بالتربة السوداء. أما روسيا فتعرف بأنها واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث، وفي حين كان تركيز التغطية الإعلامية على أهوال الحرب البرية واسعة النطاق من الخسائر البشرية، ولكن من المهم أيضاً معرفة أن الحرب دمرت بعضاً من أكثر الأراضي الزراعية إنتاجية في العالم، وذلك بسبب ضغوط النزاع المسلح. فكلا الطرفين زرعا حقول ألغام على طول المناطق المتنازع عليها، ناهيك عن القصف المستمر على الحقول، ما يعني تهديدات طويلة المدى للزراعة الأوكرانية وتجارة الحبوب في الأسواق الدولية. وكما كانت التغيرات في تجارة القمح العالمية جزءاً من الأحداث التي شكلت الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية وصعود الاتحاد السوفيتي، فالصراع اليوم مرة أخرى في سلة الخبز. وإذا كانت أسوأ الأزمات الغذائية بالعالم توجد في البلدان المتضررة من الصراعات، فقد ارتفعت أسعار القمح بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ 60 عاماً، كما دخلت أسواق المواد الغذائية العالمية في حالة من الفوضى. فالقمح غذاء أساسي وعالمي، وعندما يتضاعف سعر لقمة العيش يتغير كل شيء. تأثير الحرب الروسية الأوكرانية كان أيضاً هائلاً على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية في المواد الغذائية والأسمدة، وطالت التداعيات العديدة من البلدان النامية، بالإضافة إلى أزمة الغذاء التي عجل بها الصراع. كما أن الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية أثار مخاوف من حدوث كارثة ندرة الغذاء والتضخم في أجزاء من الشرق الأوسط وإفريقيا التي تستورد كميات كبيرة من الحبوب من أوكرانيا وروسيا. وهكذا مع استمرار توتر الغرب الدائم مع روسيا وداعميها بسبب الحرب، يبدو أن قضايا الأمن الغذائي ستستمر برسم خرائطها في المستقبل المنظور، وفي الوقت الذي يحاول فيه الساسة إيجاد وسيلة للخروج من الصراع الدائري، يجد الأوكرانيون والأوروبيون أنفسهم مرتبطين من خلال أغلى ما لديهم الخبز.